صاحب ديرتنا. انتو شكو؟ يا حظك يا حظك صبية، انت مصرية. ايش معنى يا؟ عندكم مطربين يهبلون. طب ما انت كمان عندكم مطربين يهبلون. لا لا شوفيني مثل أغام وشيرين، الحين بقلد لك اياهم زين. وريني جمالك كده. اي اي بس خل البس عشان اصير مثل. بس اوعي توعي طيب. اوكي لا تخافي. انا لقيا اقول لك ابعد قرب عشان انا صبية. انا قلبي جميل. هاو 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 برافو الصايه الصايه يا حصلتي يا رب يا حصلتي عشان مبسوطه شويه استهين. مبسوطه وانت راضيه. معلش مش عايزه تزعلها. قاعده غني يما. واحنا لم تم جابلين نانسي وانغام وربعهم. شيرين قلت شيرين. يا حسرتنا. اي العياب عند الباب. شنو يعني من عيب ابتلى يما؟ زين كملوا ما خمت بقعه. كم ما بي كملي. الله انا لقيه اقول لك ابعد قرب عشان صبري قليل. ايوه كل مره تبعد قرب. عشر اقول حمود شنك صاير نساي؟ والله يا سلوى انا ما كنت شني طول عمري بالي وياي، لكن هات خلاص كبرنا شوي قمنا ننسى. لا وبعدين نبدا نخرف. يلا حسن الخاتمه. انا ما اقول الا الله يعينك يا ايوب علينا. لك طولة العمر يا الغالي، لا تقول كذي يفع عليك. اقول حمود ايش عندك اليوم؟ سلام تشطال عمرك. اليوم بنروح الورصة انا يا ضرار، وفي الليل كالعاده ديوانيه. يعني ما عندك شيء؟ ما عندي شيء؟ كان بعد عندي شيء وناسي ما يندرى. هو حمود ايش فيك؟ الله يهداك، اليوم خطبة ولدك. اوه ذكرتيني، الله يذكرك بالشهادة. هي صدق اليوم خطبة ضرار ها؟ ايوه تكفى تنسى الكل عاد الا انا. شفت شلون؟ دائما اقول له انت نساي ما يصدقني. لا علي ايوب، انتوا ايش مهنتكم؟ ايش خانتكم؟ ذكروني. احنا ذكرناك. بس قواكم الله. الله يقويك ان شاء الله يا الغالي. مو قادر افكر ولا قادر انام، موضوع صالح وايد شاغل بالي ذرية. لانك لازم تحسمين الموضوع، ما يصير يا زواج يا ماكو زواج. انا خلي اشوفه بالاول اقعد معاه، ما اشوفه الا بالحسره يا ذرية. اللي مثلي تزوجه وعيله وانا للحين مثل ما انا. لانك تبين اللي ببالك يصير. أنا من واقع تجربتي أقول لك لا تحلقين الأمور يا إي يا لا. ثريا أنت تقولين الحكي؟ تدري ليش؟ لأني شفت حالك وحال خالتي، هذا اللي وصلني لهالقناعة. والله ما أدري شو أقول لك، بس الموضوع هذا يبي له تفكير. صدقين سهيلة، ساعة أفكر أقول ليش إحنا يصير لنا كذي؟ يمكن اختياراتنا خطأ؟ واحنا مسؤولين عن اختياراتنا، وانتي الحين قدامي مثال. ماكو حل ثالث، يا انك تقبلين بالزواج وتتحملين التبعيه، يا انك ترفضين هالزواج وتدوسين على قلبك وترضين اهلك. يا حجية كل هذا برد؟ وي عاد انا مثلك بنيه كله بردانه. وزين ما لقيت البخور تدورينه؟ اي دورت على عارفيني كل الف شيء وبعدين اتذكر وحاطه عقب ما ادوخ. زين يما من بينا اليوم؟ ماكو، انا وكلت نوار وسلوى هم يعزمون لهالبس. بس؟ ليش؟ اكو حد نسيناه يا مريوم؟ يعني يما ما نسيت احد؟ لا ما نسينا احد. وإذا بمخك أحد ترى اللي أنت تفكرين فيه مو نسيته، مات بالنسبة لي. يلا أهو فارق على هواك. أهو والله نسيت أحد. إيه لازم نقصهم اليهد. صفية مالك؟
لحقت علي لحقت علي. مالك يا حبيبتي خير؟ في ايه؟ يوقف شوف مالك اسم الله عليك مالك؟ دخلت نفس رحت حق امي بسالها منو بينا اليوم بذكرها بفري اختي ولا تعطيني ذيك الخزه اللي بتموتني بتموتني من الخوف. طب اهدي اهدي يا حبيبتي اهدي اهدي يا مالك. بسم الله الرحمن الرحيم يا حبيبتي. ما هو برضه ما كانش المفروض تقولي الكلام ده قدامها، الكلام ده يخليها تشك فيكي. والله ادري بس ثريا اختي مليت من القطاع ابيها يا حبيبتي. ماشي يا حبيبة قلبي ماشي، ثريا اختك وبتحبيها وعايزه تشوفيها على عيني وراسي، بس الموضوع ده انت عارفه حساسيته. ده كلام يا مريم كده هتخسري امك واخوكي وتخسري ثقتهم فيكي. والله ادري والله بس تكفين هديني هديني. اهدي يا حبيبتي اهدي. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدي يا بنتي اهدي يا روحي اهدي. واي يا بختي يا مني ادخل البيت والقاك بويدي تنطرني. صدقيني حتى لو كنت بهالبيت ما راح تشوفيني هالكثر. ترى وعليك خلاص الليله عيد عشاك معانا. لا الليله ما ينفع يا امه. ليش؟ لان في عشاء والديوانيه وضروري اكون موجود. خلف تنطرك عقب ما ترد الديوانيه. لا صدقيني يا امه ما ينفع راح اطول هناك، انا ادري اني بتاخر. انتم عليكم بالعافيه. على هواك. طول بعمرك الغالي. مضاوش فيك شي بالحين قاعدة؟ ما تجهزتي ما تسنعتي ناسي اليوم خطبتك. بتجيلي الكوافيرة بعد شوي بتسوي لي شعر وميك اب. مضاوي في شي مضايق خلقك يبا؟ لا عادي. ليش تضايق؟ اكو وحدة تضايق يوم خطبتها؟ ماكو. ما ادري عنك بين عليك من وجهك متضايقة. يبا انت مستانس؟ اكيد يا يبا مستانس. اكو واحد ما يستانس بيوم خطبه بنته الوحيده؟ لا وماخذه ولد عمتها اللي هو حسبه ولدي. اكيد يبقى مستانس وطاير من الفرح بعد. لكن انا حاس فيك وعارف ان انتي منتي مقتنعه بهالخطبه. لكن ما علي يا يبا، انا ابوك وانا اكثر واحد يحس فيك واكثر واحد حريص على مصلحتك وعلى سعادتك، وادري ان ضرار هو الوحيد اللي يناسبك ويصلح لك. وصدقيني لو أدري إن هالخطبة هذه ما فيها خير لك كان ما خلت ضرار ياخذك. يبا ضرار والنعم فيه، مربيني أحسن تربية وما عندي شك في هالشيء. بس ضرار ولد عمتي أنا ماني قادرة أشوفه أكثر من ولد عمتي. إحنا رابين سوا ويا بعض، وهو همه كله في الشغل همه كله في الدراسة. من يوم إحنا صغار نقعد نلعب وهو يهدنا يروح يقعد يجابر الدراسة. ميوله غير عن ميولي، يعني ما تقولي بشنو يشبهني حتى لبسه وطريقه كشخته وستايله. مضاوي تركي عنك هالافكار يا يبا، خليك واقعيه. اللي تحلمين فيه او فارس احلامك هذا ما راح يجيك. كلنا يا يبا تزوجنا كذي، هذا انا عندك انا ويمك، لا اعرفها ولا تعرفني ولا قابلتها من قبل. تزوجنا على قولتهم زواج تقليدي، وهذا شوفي لنا ايش زيننا. في شيء اسمه عشره، شيء مع الوقت مع العيال يصير في تفاهم يصير في تقارب، وهذا الزواج كذي. طولي بالك شوي على الولد لا تستعيلين، وبعدين انت عندك مده تعرفين عليه عندك سنتين، ليش مستعيله الله يهديك؟ واحده واحده قلت لك مع العشره مع الوقت ان شاء الله بتتفاهمون وبتقربين صوبك ويصير مثل ما انت تبينه. انتوا يبا مو فاهميني، انا صغيره احب اطلع احب اروح احب اسافر احب اي اذا ليش انا اخنق نفسي في زواج ما في كل هالاشياء؟ بعد مع منو ضرار؟ ضرار مو ما يحب هالاشياء، ضرار ما يفكر فيها في الأساس. يا يبا قلت لك كل شيء بالعقل بالمعاملة الزينة كل شيء يصير. أنت علمي على الأشياء اللي تحبينها وخليه يحبها، وتالي بيتغير بيصير مثل ما أنت تبينه. ترى ضرار تربيتنا يا يبا نعرفه عدل وخابرينه، تقدرين تشكلينه مثل ما أنت تبين مثل العينة الولد. أوكي بس خليني أذكرك بشغلة، أنتوا أساسا كلكم ناسينها ولا قاعد تخطر على بال أحد. إذا أنا بصير زينة مع ضرار معناته ان انا بصير زينه مع ام ضرار اللي هي عمتي ثريا. هذا شيء مرفوض عندكم ومرفوض عندي انا بعد. من حقها تبي تشوف مرت ولدها؟ ليه قال لي تعالي خلينا نزور امي؟ شنو برد عليه واقولها؟ لا عاد ضرار اكثر واحد يعرف ان هالشيء هذا ممنوع ولا يقدر يكسر كلمه امي موضي. امي موضي هي اللي مربيته مو ثريا،
أمي موضي اللي تعبانة عليه ومكبرته ومسويته ريال، وهو عارف هالكلام هذا وعمره ما راح يفكر إنه يتواصل وياها أو يتصل فيها. ونحاول في المستقبل تعالي قولي لي أنا أحل الموضوع، أنا أتفاهم وياه. ليش أنت تذهبين لدوى قبل الفلعة يا يبا؟ تليفوني دقيقة ثواني. يس إيه أوليغا يو أر أوتسايد؟ يلا I'm coming now. باي باي. يلا زين الله يابها ياتب وقتها. يلا قومي تسنعي وتجهزي، ترى هذا اليوم يومك، كم مضاوع عندنا واحدة ونبي نفرح فيها إن شاء الله. ضحكي عاد لا تطالعني شي زين كيفك محمد؟ الحمد لله بخير. يما ضرار اذا وراك شيء ومستعيل تقدر تروح. اي والله يما عندي وايد اشغال لازم اخلصها. الله يتيسر يما ما علي ان شاء الله. لحظه نسيت هذه هديه بسيطه. سامحني على القصور حبيبي، لا تفتحها الحين اذا وصلت البيت. الله يطول بعمرك عساش تخر. وعمرك يا عمري. يلا قوم لا تقول امي اخرتني. ان شاء الله. روح يلا. تعاونين على شيء؟ لا ما يمر عليك عدو. يلا مع السلامة. مع السلامة. كني خرعتك طبعا. يعني ما حد يتجرى بالعماره يلمسني، الكل عارف سبا خط احمر، بس انت يعني اخوي تمون. زين كنا القعده فوق وايد احسن من هنا. عاد تدري انا ما احب القعده كذي، بس سرعت شوي. الصراحه هذا اخطر من القعده هنا قدام اللي رايح واللي راد. لا تخاف ترى ماكو شيء، بس قاعده حاتي الامتحانات. الله يوفقك ان شاء الله اجمعين. يلا قدام فوق ان شاء الله. مع السلامه. مع السلامه. Thank you.
مساء الخير. مساء الورد يا حسرتي. عندي بنات ثنتين وقاعدة بريحاتي ولا واحدة فيهم جابلتني. يما رحت شوية شم هوا. أي هوا هذا اللي تشمينه؟ الأول ملوث. ما دام تدرين ملوث ليش تشمينه؟ مساعات الواحد يدري إن الشيء يضره وهم يسوي. أنا كنت خابرتك تخافين على عمرك. خلي يا أمي حبيبتي هي تخاف علي أحلى. يما منك. يما هذا تليفون نورة رفيجتي. تليفون نورة شيابل مخباتك. نسيتها عندي من ذاك اليوم. بس صار لك كم يوم عندك. عبالك أنا ما أدري عن شيء. تدرين عن شنو يما؟ عن كل شيء. من باكر التليفون يرجع لصاحبته. إن شاء الله. وبعدين خل أقول لك شيء. أنا إذا بقيت أحط لكم تليفونات أنت وإخوانك كان حطيت من زمان وعندي المقدرة إني أحط. لكن أنا رافض المبدأ. يما أنا عمري ما حطيت عيني على اللي بيت غيري. أدر فيك إنك تربيتي. وأنا عندكم تليفون البيت طول عمركم تتكلمون منه ولا عمري تصوقت حق أحد فيكم أو وقفت على راسه. بس ما الدنيا كلها عندها تليفونات حتى لبنى بنت خالتي شادية. الحين تطيعيني ولا تطيعين شادية؟ لا يما طبعاً أطيعك. خلاص كل بيت له نظامه. أنا هذا نظامي. بعد العشاء نروح أنا معك. أرد التليفون لصاحبته. لأن منظره بمخباتك مضايقني وايد. صلوا على الفرحة عدل يقولوا لي كيفكم ما تكمل من غير طقطقة وهالطيران تسقط على راسك. لا حقين خير يا يمه لا حقين على الطقطقة بعد ورانا الملكة وعقب العرس وإن شاء الله بتسوين طقطقة للصبح. هي أكيد على بالك حي البنطور اسمع بقول لك عاد شلون طرى على بالي. خير. قاعدة أفكر كان أقول بعد الدنيا ما يندرى أنا يا ربي أنا ما أحب الخطبة تطول كان أقول أنا هذيلا شربطهم الاثنين عدل أخاف يغيروا رأيهم بعد ما تدري يقلبون صادق ينشفون يهونون كيف الباطول كان أقول ما دق على الصايغ كان أقول أذهب لدبلتين يا يتب كفو طقيت رجلي ورحت لكت بس على بيخ يلبسون قبل علشان شو يسمونه هذا شو يسمونه؟ ايه الامر الواقع الامر هذا هو هذا هو هذا هو جبر جبر لبس العرس عمرو دياب زين زين بخير كله كله عمرو يود لبس هالدبله هذه اللي لونها فلوفها لك هذه لما انت لبس والحمر الله يوفقكم ان شاء الله يا رب بالتوفيق الله يوفقكم الله يطول بعمرك يما ان شاء الله تشوفين عيالهم يا رب يا حبيبي الله يسمع منك الله يبارك فيك ان شاء الله عيالك عيالهم الله يبلغك فيه ان شاء الله امين امين يا رب العالمين يا رب العالمين الله يبارك يلا صوري هذه الساعه المباركه يلا صوروا 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 هذه بس كذي بيناتنا بيناتنا هذه بيناتنا ها ولا العرس غير مو كذي يا ضرار يا حلال يا حلال اعطيها اعطيها الكاميرا خل تصور خفيه هلا خلي اسوي مثل ما شوفوا اهم شيء يا عمي صوروها صوريها رجاء رجاء صوريها تدريها عاد حطيها بنص الصوره اول كذا تسوي ولا كذا تسوي يلا الله يتمم عليكم خلي جنبوا العشاء يلا يلا زين العشاء يلا لهم ابي بس شاف ايوه حط لك صرفه شيلها سويتها بس تجيني هون يما صخه لا ضرار ولا خالتي سهيله اي والله من غير شر العاده ما يخلون يجونا يما باشر عندك تسجيل اذاعه اي ليش؟ انا باشر امتحان التوفل بيش توصلين اي ما علي اوصلك واروح اسجل بالاذاعه وارد اخذك واذا ما قدرت اقول حق سهيله تاخذك يما انا بعد عندي بحث لازم اروح المكتبه ايش بحثه بعد؟ بحث ماده التاريخ الحين عندك هالكنوز كلها بالاوتوبوس وتروحين تدورين بحثك برا يما ما أوقف يمها يضيق خلقي المفروض تقولين من أوقف يمها أحس بالفخر
نحن بدارك عندك كنوز كنوز. أتصدقين أنا يطلبون مني ربع الأوليين كتاب ما أصخى أعطيهم ورقة لهالدرجة يما؟ وأكثر من كذي. أنت خلصتي عشاك؟ عبالك أنا نسيت. يلا بسرعة عشان ودي خبرك اللي بمخباتك حق راعيته. إيه شفتي طالعين كذيك ليه؟ عجبك المطعم الغالية؟ وايد كان حلو، ثانك يو. عليك بالعافية إن شاء الله. الله يعافيك. زي ما خلف باكر عزمك على حفلة هل فبراير حسين الجسمي بيغني وراجد الماجد. باكر حفلة راشد؟ إن شاء الله. أبي أروح. خلاص عيل إذا كذي أمر خالتي مريم وصفية ويجي بعدين أمرك. زين بس تتوقع إني لقيت ذاكر؟ لا تحاتين، الموضوع خالص عني. وي وناسة يا ريت. إن شاء الله. إن شاء الله. يما ليش سميتيني سبا؟ مو انا اللي سميتك، ابوك الدكتور يوسف هو اللي اختار الاسم. ابوك كان مغرم بالحضارات العربيه وعاشق لها، عاش فتره طويله من حياته في اليمن ورجع عاش مصر فتره اطول. كان دائما يقول لي اذا جبت بنت بسميها سبا تيمنا بحضاره سبا، واذا جبت بنت ثانيه بسميها سينا. طلعوا أحلى اسمين سبا وسينا. فما يعني أبوي من المستشرقين أصوله مو عربية؟ مو شرط أصوله، انتماء أهم. أبوك الله يرحمه حتى موته كانت في المغرب، مات في المغرب وهو يشتغل. كان يحب كل شيء عربي، كان يعشق كل شيء تاريخ وحضارات عربية، كان مهتم بتاريخنا أكثر من عندنا. تدرين يما أنا أفتخر بهالشيء، بس عاد وين اللي قدره؟ إحنا اللي نقدر وإحنا اللي نحقر، إحنا البشر. الله يرحمه. الله صفية، انت هني وانا دورك. وش فيك حظي؟ مفروض الحين كشرتك من هني لهني توك شايفته. لسه ما جابش الشقة لحد دلوقتي يا مريم. فلح بس يجيب لي تذاكر حفلة راشد. يا معودة أحسن عشان لا تهديني وتخليني بروحي. لا يا مريم، ابتديت أشك فيه. معقولة؟ بقاله 10 سنين بيشتغل في النادي ولحد دلوقتي مش قادر يأجر شقة. يمكن عايز يحوش لك ويجيبها لك في مصر مره واحده. لا يا يعني لا، ابتديت اشك فيه وابتديت اقلق. صفيه خنخلص من لويه الحفله وصدقيني اتفرغ لك انا وياه. زي سمعيني قومي لبسي وقومي خلينا نطلع. روح فين؟ خلينا نروح اكثر يا اختي. يلا تأخرت عليك. هلا والله. شلونك؟ شلونك؟ أساس طيب. أي وين صفية؟ ما تصدقين خليتها تصبط السيارة عشان لا تأخر عليك أكثر. لا تقولين صدق؟ أحط سيارتك. لا لا تحاتين شقردية تعجبك. شلونك؟ الحمد لله بخير. السلام عليكم. ازيك؟ أهلا حبيبتي. شلونك؟ بخير الله يسلمك. إن شاء الله تكوني بخير زي الولاد. الحمد لله. الحمد لله. تفضلي. أه يا جميل. بود يا ست، مشكور. ركنت لك السيارة ما زالت سليمة الحمد لله. شلون العيال؟ الحمد لله. عليكم السلام. اسمع طلال، الموبايل هذا مو حقي وانا ما عندي موبايل اصلا، وانا اسمي منورة، واذا انت مو صادقني انا مستعدة احلف. لا يا معود لا تحلفين ولا شيء، مصدقك انا. زي ما يخالف اعرف، مين النورة هذه اللي مسجلة التليفون باسمها؟
نورا هي اللي كلمتك أول مرة، هذه رفيجتي ومثل أختي. إنزين مو طبعا تعرفين عني كل شيء وعرفتي، حتى عمري تعرفينه كم الحين. ما يخالف أسئلة كان اسمك الكامل؟ سبا. سبا شنو؟ ونشاكو. شلون أنا ونشاكو سبا؟ إيش فيك؟ الله يهداك. تغشمر إحنا. سمعي تلفون الحين هذا ما ينفع، لازم تحكي وجها لوجه، لازم أشوفك. مريم، أنت تعرفين شنو ضرار بالنسبة لي؟ ضرار ولدي البتشر. يقولي لي مركبة. أنا المعقولة. يقول لي معزوم عند واحد من ربعي. وهو رايح يخطب. ثريا لا تلومينا ولا تلوميني. صدقيني كل شيء صار قصبا علينا، وانفرض علينا فرض. أنا ما طلبت منكم شيء، أبيكم تكونون معي بس صريحين. ضرار مرات يعلمني ومرات يخش عني. أنا ترى والي حتى يوم عرسه ما راح يعلمني. على الأقل يقول لي اليوم التاريخ. ليه قعدت بروحي ببيتنا أقعد أفكر وأتخيل وأفرح معاه حتى لو من بعيد؟ ترى والي بيدخل علي في يوم الأيام قاضب ولده بدينه وأنا آخر من يعلم. يا جماعة هذا ظناي، ظناي العود، أول فرحتي، من حقي إني أفرح فيه. حرام عليهم يقولوني. ثريا لا تقولين كذي، إن شاء الله بتحضرين عرسه وبتفرحين فيه. ما ظنيتي. وش خانتي أنا عيب؟ لا 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 يا مريم، أنا ما بيسبب لك مشاكل ولا بدخلك متاهات معاي. همومي وايدة ما تقدرين تتحملينها. شلون ما تحمل وانت اختي العودة؟ لا أنا ما بليش المشاكل، لأني أحبك أبيك توخين عن هذا كله. خليني أنا طول عمري في مواجهة معاهم أكمل. ما علي منك، أنا عندي هدف ولازم أسويه. تحضرين هالعرس راح تحضرينه. لا تحاتي. الله كريم، مع أني أشك بهالشيء بس تو الناس على الموضوع هذا، ما قصرت. مو تو الناس، إحنا لازم نشتغل من الحين. هذا الشيء من زمان راح، وإحنا لازم نرده. ما راح يرد يا ترى يا صفية بيوم وليلة. مصبوح. لازم نشتغل عليه. الله كريم، الله كريم. خلاص أنا كذي أحس كني بايقة، لازم أسكر التليفون. إذا صار لي وقت راح أمر عليك المحل وأنت فاهم. ما أدري متى، على حسب ظروفي. طلال إيش فيك؟ خلني على راحتي، ولا أنت تبينا نفضح من أولها؟ خلاص عيل، إذا تبيني أتم معاك على طول لازم ما تشوفني على طول. مشكورة وايد، قعدت معاك اليوم وايد استعجلت. حبيبتي مريم، قلت لي مشكورة إنكم غامرتوا اثنيناتكم ويتوني وقعدتوا معاي. حبيبتي بقول لك شيء مريم قبل لا تفارق، ديري بالك على أمك. لا تغلطين غلطتي، أنت بهالسن استانسة توك عشقة ولبنان. لا تحاتي يا مشا. يلا حبيبتي. حياكم الله. شوفك بخير. حياكم الله. بس انا عندي حاجه للولاد. فلوس؟ حق معاك. دي يا ستي التذاكر هلا فبراير من وجدي. مشكور. للحين وجدي؟ ايه، ولحد بكره هنعمل ايه بقى يا ثريا؟ صح صح. يلا حبيبتي نشوفك بخير. ان شاء الله حبيبتي، مشكورين ما قصرتوا. يلا مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه حبيبتي. يلا حياتي، مع السلامه. نشوفكم على خدي إن شاء بالك الله. من عيني. حاضر، خدي بالك من الولاد وسلمي لي عليهم. إن شاء الله. مع السلامة. خلي بالك من زوزو 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 نوزو كمان نوزو. شكرا الله. لا إله. اسمع غناها. لا إله. واحبط خطاها. زوزو زوزو كمان نوزو زوزو. رجاء يمه، رجاء حبيب تسمعيني، تعالي أفوكني تسمعيني. شنو؟ ما يصير يا يمه، أنت كبرتي، تدرين عمرك كم الحين؟ عمرك فوق 35 سنة. ما يصير تقلدين كل شيء تشوفينه بالتلفزيون، أنت كبرتي، وبعدين ما يصير قدام أي أحد تقولين أنا بصير ممثلة وأنا بصير ممثلة. ليش عيب؟ إي عيب، وأكبر عيب عندنا، مو سلكنا، ولا يصير تطلع من عندنا واحدة كذي. يا يمه يا حبيب، بتعلمين موسيقى من عيوني، هذا نشرت لك بيانو وهذا كبره، عيب لك واحده تعلمك بيانو، تبين تعلمين الرسم عيب لك واحد يعلمك الرسم، لكن تمثيل ما نبي تقولين انا بصير ممثله. يعني اقدر اصير مغنيه يما. صار لي ساعه احكي. ايه تحكي. ايه تحكي. ايه تحكي. باب ونبطل باب. خلي بالك من زوزو. اعلق على زوزو وايد زوزو. زوزو كمان زوزو. اسمع خطاها.
ردت علي. على شو برد؟ علي كتبت لك ما شفتك بأي ردة فعل. سينا احنا لساتنا صغار. شنو صغار؟ على الأقل تخطبني. شو اخطبك وانا لسه ما اشتغلت؟ انت ما خاف حد ياخذني منك؟ شو ياخذك؟ انت عمرك 16 سنة. شفت بس تعملي وتذكرني ما تحس فيني. سينا اكبري. اوكي مشكور غسان. ممكن امشي؟ بس شو؟ هلا والله. هذيك انت منين جايه؟ من البقالة. وانا كم مره قايل لك ما تروحي مكان بروحك؟ رحت اشتري شيء ضروري. وين الشيء ضروري؟ ما شفت شيء بيدك. ما عندهم، قلت بعدين باخذه من الجمعيه. تعال قدامي قدامي تفاهم معك. مليون مره قايل لك اذا تبين شيء تكلمين علي او تكلميني انا. مو كل ما جيت العماره اشوفك يا طالعه يا نازله. للبقالة أخطر من ساعة كاملة أنت فيها بمجمع. ما في بنت تروح بروحها كذي وتطلع بالشارع. أنا مو قصدي أضايقك ولا أخانقك ولا أكس عليك، لكن أنا أخوك الكبير وهذه رغبتي. ما أبي أشوفك تحت. تحترمين رغبتي ولا ما تحترمينها؟ أحترمها. خلاص هيا وقت اللي تبين شيء اتصلي علي، بتلقيني على طول موجود هني وأوصلك المكان اللي تبينه وبجيب لك أي شيء تبينه اللي عندك. شكور ما تقصر. العفو، لا تعيدينا. السلام عليكم. السلام عليكم. شلونكم؟ صاير فيكم شيء؟ لا ماكو شيء. ماكو العافيه. اكيد اكيدين هم. اي ما فيكم شيء؟ ما في شيء. مو اسفيت قلعتك كل يوم لويا ما تلدين بالشقه. حرام عليكم، هذا وانا حدي شقه لبنى والبقاله. سينا ترى احنا مو اغبياء نفهم كل شيء. ماني خايف. بعدين لا تلومينا، ضرار حياته غير عن حياتنا. هم بعد ما يصير يشوف اختها تتمشى بين العماير ويسكت. يمكن احنا نشوف هالشيء عادي وما فيها شيء، بس هو يشوفها فشل وعيب. بس انا ما قصدي افشل ضرار ولا افشل احد، انا نازله عادي. امي مليون مره بنبهتك وماكو فايده، كل شيء ينقال له سبب. بعدين تاكدي امي ما قالت لك كذي اللي هي شايفه الصح. لما امي تقول لك شيء سمعي كلامه ولا تعاندين، حتى ضرار لما يقول لك شيء سوي. ترى احنا ما ناخذ مشاكل مع ضرار بسبتك. مبروك يا مو ضرار، مبروك، ألف مبروك، فرحت وايد. الله يبارك فيك أمه. بس على شنو؟ حفلة خطوبتك، وايد استانست. وأنت شلون دريت؟ سمعت يمه وفرحت كني قاعدة معك. سامحيني يمه، ما كان ودي أضيق خلقك نفس السالفة خبر الخطوبة. لا يمه حشا ما يضيق خلقي، بالعكس فرحت فرحة ما صارت ولا استوت. أي شيء يفرحك يفرحني يا ضرار، معقولة أنا بتضايق بشيء من هالنوع؟ لا بلا أدري يمه. أدري إنه يضيق الخلق ويكدر الخاطر، وأنا كلش ما بأي شيء يكدر خاطرك لأن أنت ما تستاهلين. لا والله ما كدر خاطري ولا شيء. أنا علشان كذي بقول لك ضرار، أنا ودي أسوي لك حفلة كذي صغيرونة على قدي عشان أفرح فيك. حاضر يما، باللي تامرين عليه اللي تبينه يصير. خلاص عين. والشيء الثاني، عندي 4 تذاكر حق حفلة هلا فبراير. أنا عاملة حسابك 3 حق إخوانك وواحدة لك. لا يما، أنا حاجز مع خالتي مريم ومضاوب بروح وياهم. خلاص على هواك، لاني انا وصيت علي ياخذ خواته ويروح معاهم. زين ما انت ليش ما راح تروحين؟ وي انا اروح حفله؟ انا خبري باخر حفله 68 ام كلثوم في سينما الاندلس، عقبه ما شفت حفلات. اشوفها بالتلفزيون وبعدين يومها بالصدفه عندي اذاعه. يما لمتى شغلك بالاذاعه؟ الى ابد الابدين. انا هذا شغلي احبه، أحب أموت عليه وتعودت عليه، صار جزء مني. بعدين أخوانك كبروا، ما أبي أسلم نفسي للقعدة بروحي والوسواس والتفكير، وأنت تعرف وضعي. شيء ثاني والأهم يا ضرار، إن مصدر رزق بالنسبة لي مهم يساعدني أنا وعيالي. أنا بعرف يضايقك هالشيء. يما وايد أشياء مضايقتني. ما ادري شلون اقول لك اياها، لكن يما
مو بس اتضايق يعني تكدر الخاطر يعني ودي يجي اليوم اللي خلاص تقعدين في البيت ما داعي روحت الإذاعة وكذي يمه وضايق بعد أكثر ليت أدش من باب العمارة ألاقي خواتي واقفين تحت ما يصير يمه كذي يعني ودي يجي اليوم اللي ألاقي هالأشياء كلها ما تصير خلاص ما ودي أقولها لك بس هذا الصدق يمه ترى هالأشياء مو سلكنا امشي انت واحده ما تعرفي مصلحتك امشي مو شغله تسوي لي واسطه استغفر الله بعد واسطه مو هو شغل اقول هذه دراسه لازم انت تدرسين الو هلا والله اي والله مع نجود اي عندها امتحان توفل اي خلاص نخلص ونجي ماشي مع السلامه لا امشي خلاص نجود اخاف اروح وما ادري شي امتحان مو ياهل انا خلاص اكيد توعديني يمه لو سمحت عندك امتحان ان شاء الله دير بالك على بنيتي ان شاء الله شو فيك طالع انت بعد انا اي انت ما اخاف شيء وراح خاف صج مريم ليش ما تاخذيني معاكم الحفلة؟ حبيبتي الحفلة وقتها متأخر وبعدين بهالحزة انت تكونين ماخذة دواج ونايمة ما بي انت كلها تطلعين بروحك بالسيارة وانا بس تاخذيني اتمشى عشان طبيب قال كذي غفى عليك يا رجاء الحين انا مو مطلعتك وين ما تبين قاعدة اوديك بعدين شلون بتروحين وتخلين امي بروحها بالبيت؟ اي صح امي صح بروحها. زين صوري لي عمرو دياب. عمرو دياب مو موجود. ويه ليش ما يابو؟ ما يابو عشان كذي قاعده اقول لك ان الحفله مو حلوه ولا راح تعجبك. صح مو حلوه. زين صوري لي راشد الماجد. ان شاء الله راح اصور لك اياه. بس انت يا صفيه بقول لها تصور لك اياه بعد. اوكي. لا. أنا فكر حق صفية تعالي تعالي وين رايحة؟ هاك امسك مو مهم عينتك حارس علي؟ شلون تصحصح؟ بس أنا ما احتاج قهوة بس دامك بتيها مشكورة ترى إذا تبي أغششك أنا حاضر شكلك مو زاد بالإنجليش أنا ما أحتاج أغش من أحد بدل الأشياء هذه أصلا ما فيها غش شكلك ما شفت شيء من الدنيا أكيد إيش عايز دنيا غير عن دنيتك ليش إن شاء الله إيش فيها دنيتي إيش فيك ما واحد قال كلمة تبي تناجرين لأني ما أعجب أحد بس أنا ما شفت هالشيء شفت أمك مهتمة فيك أوكي مهتمة فيني بس مهتمة بتحركاتي تصرفاتي مو بمشاعري أنت بنعمة قولي الحمد لله انت شكلك وايد قنوع وبسيط يا بختك وخاف من العين بعد شنو يعني بحسدك ما عارفه شن شوف الصبي المفروض ما يخاف من البنت اللي المفروض تخاف من الصبي وانا ما اخاف من احد لاني جريئه اشترى كلنا فينا جرأه يعني بس اللي طلع جرأته شي قدامنا سكر معناته انه هو ضعيف شوف عاد انا لا خايفه منك ولا من امي ولا من الامتحان ولا من الشرطه ولا من الجيش ولو بيحطوني بسجن راح اعرف شو اطلع منه ليش تتكلمين؟ انت حتى امك معيشتها برعب ليش كذي؟ مو معيشتها برعب بس انا ابيهم يخلوني بروحي كذي راح يعندون تكون عايشه اكثر اصلا وات ايفر انا اساسا بروح ادرس برا تفضل الامتحان بدا تفضل يا شباب الامتحان بدا على فكره ترى انا رايحه الامتحان بروحي وانت اللي مسكني انت اصلا مشكور خليت الوقت يمر بسرعه للامتحان اي ماما بدي احكي معك بموضوع كثير مهم بعرف انه بدك تقولي انه لساتك صغير وهيك بس انه
اسمعيني شوي بس شوي. يعني بتعرف الجواب؟ ايه تفضل احكي لنا شوف شو في عندك. انه لو فكرت انه اعتمد على حالي شوي واخطب واتزوج وهيك بتوافقي؟ غسان انت ماما سمعان حالك شو عم تقول؟ يعني مستوعب؟ يا غسان انت لساتك كتير صغير، يعني بقالة ودراسة ما لحقت، بدك تتجوز؟ لك لسه عندك جامعة وشغل وكتير شغلات تسويها بالحياة وكتير ناس تعرف عليهم، لسه بدك 5 سنين أصلاً لتكون حالك مزبوط. انت شو عم تحكي غسان؟ بس شو دخل الجامعة بالزواج يا ماما؟ بقدر وفق بيناتهم؟ قلك شو؟ بكير كتير على هذا الكلام. أه؟ خلصت كل أغراضك؟ اشتريت كل شيء بدك إياه؟ إيه لا، بدي يروح المكتب يشتري كتاب. تفضل، لأنه لبنى لحالة بالبيت. إيه هلأ بتشوفيها قاعدة مع سينا. تفضل. هلا يمك. يلا حبيبي. هلا يا عمري. هلا غالي. هلا غالي. ها بشر سوي. الحمد لله تمام. اكيد اكيد مبين وجهك بس حبيبي انت. اما اليوم لما شفت ناس بالمعهد انا انصدمت صراحه، جريئين بشكل مو معقول. شلون؟ بنية صوتها شايل مكان شيء. لا تحترم لا كبير ولا صغير. أنا مو صدق اللي قاعد أشوفها. يما يعتمد على التربية. تربيتك خلتك ما تصدق اللي شفته، بس يا مالك بتشوف أعظم من كذي. يما مو بس التربية، هم الإنسان على شخصيتها بعد. المشكلة مو كذي، إن أمهم داريتها، بس في نفس الوقت خايف عليها. علشان كذي تمردت البنت. البنات يا يما بالذات يبيلهم تربية ومعاملة خاصة. هذه لو أختي كان أنا من أول يوم كاسر راسها. لا حياة ولا مستحق. كنت تتحكى مثلي. صدق. وأنا ما شفت بالدنيا غيرك. يا حبيب هالود وايد. الله يحفظك من هالناس وشرورهم. الله يخليك. يما والله لو تجين معنا بتستانسين. ماني رايحه معاكم، روحوا بروحكم، شحلالكم خفيفين، بعدين معاكم اخوانكم، هذا علي معاكم ضرار بتلقونه هناك. اي صدق ما تعالي انا بدق على ضرار بشوفه وين قاعد. اكيد بيروح مع خطيبته، ليش عاد نحرج نفسنا ونحرجه معنا؟ تشفيت فيك، الرجال قال لي اول ما تصندق عليه خليني اشوفك بس، يا كليتيني؟ حتى لو قلت تعالوا اقعدوا معنا ما احنا رايحين، احنا رايحين نستانس عشان ضيق خلقنا. وليش حظكت الخلق؟ ليش كبرتيها؟ يما ليش نحرج ضرار ونحرج نفسنا؟ بعدين احنا مو محتاجين احد، تذاكر عندنا. يعني اللي قال لكم تعالوا قعدوا معاي بتعيون؟ تروحون تقعدون معاه اكيد. خلاص يما نشوف الوضع لما نروح. يما ما لك شغل فيها، خلاص انا اشوف الموضوع. انزين انت روحي شوفي سينا، خلصينا ترى الشارع زحمه، روحي. ان شاء الله ان شاء الله. يلا نلحق. سينا سينا. شفتي بنتك هذه بتقبس من هني. الو هلا ضرار. علي علي انا علي. هلا علي. انت وينكم؟ ترى يلا حاجز لكم مكان يمنا. ترى هو مو يمنا يمنا بس قريب مني. زين مو مشكله، انت وينك الحين؟ بس خلني اشوفك اول شيء. اي صوب. يلا يلا كان جاي لك. يلا ماشي حبيبي، مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. يقول يانا ضرار ماشي. وين بتروح؟ بروح شوي وبرجع. اي وين؟ بشوف واحد من ربع، ما راح اطول. زين مو تتاخر، احنا بنات قاعدين بروحنا.
زين صفية وياكم عادي. اي وين رايح؟ كنت رايح حق واحد من ربعه. فاقول لك دعوه كلها الخطه ما يسوى. يا سلام. هلا غلا. شلونك؟ سلام. شلونك؟ الحمد لله. تمام كلكم اوكي؟ يلا تعالوا وياي. كاتل اكلنا. خليهم انا بيهم عندي تذاكر يمي ابيكم يمي. يلا تعالوا. يلا تعالوا. يلا عارف مكانه انا حاجز له. قال لك رفيجه اكيد رفيجه ثاني ثلاثه. اوكي يلا اوكي. ناقصكم شيء؟ سلام. تبون شيء؟ سلام. انا هني. اوكي 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 يلا حبيبي خذ راحتك. شو اسمه رفيجك؟ اسمع لي. ايش رايك بالديكور؟ قرار حلو وايد حلو. ايه والله مشتاق لي شغل هالسنه. ايه اقول لك. هلا. شفتي هذه اللي قاعدين ضرار؟ اي شفتها. ايش فيها؟ هذه خطيبته وبنت خالنا اللي ما نعرفها ولا تعرفنا. بس والله مملوحه. حبيبتي مو مهم تكون مملوحه ولا لا، مهم تصير حلوه. بعدين هي الحفله عشان نسولف عن الاشياء خلاص. بس شكلها طيبه. الحين احنا نغني حق ديرتنا. انتو شكو حركتك كلها على داعي. ليش شي سويت فيهم؟ حرام عليك حرشتيهم قدام الناس. هذه النغزة حق ضرار. احسن خلي يسمعها. سبع سينا علي وين راح يقعد عشان خاطرك؟ ما عليه ضرار، احنا راقدين البيت. لا تكفون عشان خاطرك قعدوا. ضرار البنات تعبوا بيردوا البيت خلاص. السبع ما عرفت شو اللي قالوا، خلي يقولون اللي يقولونه. الظاهر علي الكلام اللي قالوه صح. لا مو صح، وانتم لازم تقعدون. يلا خلنا نمشي تعالوا. خليك خليك ضرار لا تحرجنا، احنا بنمشي بعدين. انا تعبانه والقاريه. يعني لازم تزعلون وتزعلون امي؟ احنا زعلانين من زمان. زين ما له داعي تزعلون، ما بيكم تروحون تزعلانين. الواحد غصبا عليه تاثر. زين كافه فيك قاعد ما تاثر. خلاص ايش قاعد تقول؟ ايش قاعد تقول؟ خلاص احنا راضيين البيت بالريحة. حسن ترى انتم اخوان وانتم من هالديرة، لا تعزلوا ابوكم عشان خاطري. زين خلاص احنا مو عازلين روحنا، احنا نحب الناس وما نكره احد، واحنا عيال هالديرة وما عرفنا غيرها. زين بوصل. خلي خلي. لا لا بوصل. بس خلاص بعدين اردوهم. خلاص ما ادري ايش اقول لكم، ما ادري منين ابتدي وش اقول. اخاف اي كلام اقوله ما تسمعونه، لان الكلمه الوحيده اللي ترن في ذنكم الحين هي الكلمه اللي قالتها بنت خالكم. انا كل اللي اقدر اقوله لكم يمه، صدقوني هذا اللي اقدر اقوله، اني ما اقدر اسد ذنكم عن حكي ناس اعتادت انها تجرح، ولا اقدر اسكت بشر متعتها ان تجرح بالاخرين. لكن اللي اقدر اقوله والمهم واللي لازم تحفظونه وتسمعونه والدرس اللي لازم تحفظونه بداخلكم، ان ثقتكم بنفسكم وثقتكم بوضعكم هو اللي بيساعدكم، وهو اللي بيخليكم ترفعون راسكم فوق 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 وتقولون احنا زينين، احنا ناس صح، احنا ناس عيال هالديره، ولا نختلف على الآخرين. ليش يما؟ من كبر ضرار وإحنا نسمع ونشوف أشياء عمرها ما مرت علينا. طول عمرنا عايشين بس مع الناس اللي بهالعمارة وخالتي سهيلة. بس الدنيا طلعت كبيرة. كل الناس اللي بهالعمارة يطالعونا إن إحنا كويتيين وعيال ثريا. بس ما هقنا إن الناس ما تعترف بالأم. لا تعترف بالأم. تعترف بالأم. مو لأنها كويتية. لأنها ثريا اللي عرفت تربي. ثريا اللي غرست فيكم التقاليد والعادات وحبها الأرض وحبها الوطن.
ثريا اللي خلتكم تحجون كويتي اكثر من الكويتيين وتحبون هالارض مثل ما هي تحبها. عندكم اشياء وايد ممكن تفخروا فيها وايد. ابهاتكم مثلا، ابوك انت معاها بروفيسور قد الدنيا، مؤلفاته ايش كثرها مستفيد منها الاولي والتالي. ابوك انت دكتور او تعلم اجيال، كل هذا ما يخليكم تفتخرون؟ كل هذا ما يخليكم ترفعون راسكم فوق؟ انا اعذركم والله اعذركم لانكم ربيتوا على الكلام الراقي واختلطتوا بالناس الصح، اختلطتوا بالناس اللي ما تغلط، عشان كذي انتم منصدمين. كلامي صح ولا لا؟ عدل كلامك يما، كلامه ما عدلته. العماره اللي احنا فيها فيها 10 جنسيات عايشين كلنا فيها مثل الاهل. بذمتكم عمركم سمعتوني احسس احد منهم انه انا كويتيه وهم اقل مني؟ مستحيل. لو اموت ما اسويها. بسم الله عليك. بالعكس احس كلنا اهل. انا لو اطيح مريضه شاديه توقف لي وتدير بالها علي، تاخذ حرارتي وتوديني المستشفى كأنها اختي واكثر من اختي. ارفضها ولا اقول انها اختي لانها من جنسيه ثانيه؟ الشيء لازم تعرفونه وتحفظونه عدل وتحطونه دائما قدام عيونكم، ما حد له حق يتعالى على الثاني ابد. الانسان السوي ما يتعالى على الثاني، هذا اللي لازم تحفظونه، ما حد له حق يتعالى على الثاني. شوف ضراري، يا تشتريني انا يا تشتري ماما. هذا الاخواني، واللي ما في خير بهل ما في خير بالناس. والله بتسوي فيهم خير؟ خلاص سوي فيهم خير بس من وراي مو قدامي. قدامي ما بي اسمع طاريهم لا بخير ولا بشر، ويضيع يفشلون. ليش عاد؟ شو اللي ضروج فيه؟ شو اللي شفتيه منهم؟ اللي شافته منهم يديتي كفايه. نسيت ان انا مسميه على اسمها وطبعي مثل طبعها. هذا الموضوع احنا خاصين منه. انا علي من الحين هذا الاخواني اي شيء يسوونه او انا اسويه يشرفوني واشرفهم. أنا قاعد أسوي كل هذا علشان أرضي رب العالمين وأرضي أمي بعد. وأمي تدري؟ الكل يدري بهالشيء، وأنتِ زوجتي، لازم تحبين اللي أنا أحبه. الحين بدل لا تشجعيني على الخير، قاعدة تشجعيني على الشر. الحين أنا صرت أشجعك على شر ضرار؟ أي ليش كذي سويتي فيهم؟ ليش كذي تفشلينهم؟ مو حرام؟ عشان سواتمهم. أمهم هذه بتصير عمتك، وهي عمتك أساساً. مو عمتي، ليه أبوي اعترف فيها وقال هذه أختي، لك الساعة تصير عمتي. إيش فيكي؟ اهدي اهدي، ما له داعي كل هالسوالف. أنا ما أجبرك على شيء أنتِ ما تحبينه. ولا اجبرك انك تزورينهم، كل اللي ابيه منك انك تحترمينهم، ترى احترامهم من احترامي. كله مني انا، انا السبب، انا اللي جبت لهم التذاكر. صدقيني يا صفية انت مالك ذنب، هذه مضيوي ما ادري شلون قالت لهم هالحكي وشلون تجرأت وقطت عليهم هالكلام قدام الله وخلقه. مش عارف مش عارف. الله يحرجتهم. صدقين انا ما توقعتش ابدا انها ما تحبهمش، وما توقعتش ابدا انها ممكن تقول لهم الكلام الجارح اللي قالته ده. ولا انا توقعت منها، ما ادري شلون قالتها. دي مش تربيه قبر ابدا. لا جبر اخوي ولا شيء، هذا من الحقد والكره اللي زرعوه داخل قلبها من يوم وهي صغيره، زرعوه بداخلها عشان تكره ثريا وعيالها. ليه بس كده؟ عشان تطلع بطله قدام يبر وقدام امي. يا ساتر يا رب يا ساتر. إيه؟ عشان يا رب. بس يصفقون لها ويقولوا لها عفي عليك، حسبالها ان هذا زين، ترى هذيلي من لحمها ومن دمها، هي إيه ما درت انها جرحت هالمساكين الفقارة، ايش حالهم الحين؟ مش عارف مش عارف. بس تصوري اول ما شفت ضرار داخل معاهم
حسيت ان دول عيال سوريا. تصدقين حتى انا صدقني اول مره اشوفهم بس فز قلبي لهم يا عيني. واي صدق ان حسيت انهم من لحمي ومن دمي. يا عيني يا بنتي طبعا حلو. طبعا مش ولاد اختك طبعا. اي والله اي والله يا حلو ثريا بس شو نسوي؟ هنعمل ايه بس في العالم وهنعمل ايه؟ حكم القوي بعيد عنك. لا والله يا صفية لا حكم القوي ولا شيء. الناس تسامح، الله سبحانه وتعالى يسامح، احنا الحين ما نسامح ولا المفروض الحين هم بيننا وحوالينا ويحلوهم ويسنعهم. ايوه ايوه اي أيوة والله بس شو نسوي؟ الناس تبي اللمه والعزوه واحنا ندور القطاعه. ساتر يا رب لا حول ولا قوه الا بالله. اي والله عفي عليها والله كيكانه بنت ريايل الحين ما تحسف يوم انهم يسمونها مضاوعه على اسمي. اي زين سوت فيهم يوم العنت ابو شنجهم. يما بس المفروض احنا ما نشجعها على كذي. نسيتها الله يهديك. ضرار ولد ثريا بياخذ بنتي مضاوي واخاف باشر امه تترس راسه وتشيشه وتطلع حرتها في بنتي مضاوي. شنو؟ ضرار ولد ثريا؟ من قال ولد ثريا؟ ولا هو ولد ثريا ولا شيء. ضرار ولدي انا، انا اللي ربيته انا وسلوى ولدنا احنا. ثريا مالت على ثريا، ثريا الحين تلعبط وتلعبط، خلي تعابر بهالكود العيال اللي عندها اللي كل واحد رنق وكل واحد من ابو وكل واحد من ديره قطيعه تقطعها وتقطع اسمها مالت عليها. ما هي شايفه عرسه لو تموت ما توقع عندنا. زين شلون انا خايف على بنتي يا يمه؟ ايش فيك؟ ايش خايف على بنتك منه؟ يا الله هداك يا ابو ايش خايف على بنتك منه؟ بنتك بتزوج ضرار. وضرار من ولدي؟ ضرار ولدي انا، انا اللي ربيته ويطيعني في كل صغيره وكبيره. ما عصى لي امر، ما عصى لي. ليه قلت له ما دير بالك من ثريا ولا عليك من ثريا ولا تشوف ثريا؟ والله ما يشوف رقعه وياها. ايش فيك انت؟ دور وانا موجوده لا تخاف. يا والله ما لا تحرني يا يمه، لا تحرني الله يهديك ويطول لي بعمرك. ما ادري ايش اقول لك يا يمه، ما ادري ايش اقول لك. ما كان ودي بصراحة الأمور توصل لهالدرجة، ولا عائلتنا اللي الكل يحكي عن سنعها تطلع منها هذه سقطة الأيواد. يا يمه أنت عمرك ما سمعت بشيء اسمه سقطة الأيواد؟ هذه سقطة الأيواد يا يمه. كافي الحكي اللي قطعونا فيه الناس يوم زواجها، هالمرة يطلعوا لنا عيالها بعد؟ اسمي الله عليها وعلى عيالها. شو نسوي؟ لكن أنا أدري أدري مسكينة مضاوي بنيتي ما قالت كذي إلا من حرتها علينا من اللي شافتها من عمتها من الفشيلة والقطاعة. الله يقطعها، فشلتنا بالزين سوت فيها، بردت قلبي. يا على الله يبرد قلبها دنيا وآخرة يا مضاوي. زين عشان بعدين مطق وجابل والله وين راح يشوف مرت اخونا؟ بنت عرف مرت اخونا خوينبهم ماكو. زين عشان تعرف ثريا ان حتى مرت ولدها ما تواطنها ولا تبيها. عفية بدق عليها انا تليفون بتشكر منها، تقري على مضاوي خلت تشكر منها. هاتي مرن. لا تدقين ولا تسالين، يعني لازم اطلعش بتاعت الارض؟ طلال انا هذه ظروفي، انا ما اقدر اغير شيء وما اقدر اكلمك بتليفون البيت. مو سبق لازم افهم كل شيء انا، انت الحين قالت لي اسم والتليفون طلع باسم وحده ثانيه، ولما ادق واسال ترد علي وحده ما ادري هي رفيجتك ما هي رفيجتك. ايش سالفتك؟ تقولي تحت شيء؟ قبل لا تسمع سالفتي، انت متاكد انك تبيني؟ طبعا اكيد. يعني انت مو مضيع بيني وبين رفيجتي؟ سبع ايش هالحكي؟ ايش قاعد تقولين؟ انا لو ما احبك وابيك ما دورت وطلعت تحت الارض عشان اشوفك. بس احنا مو متفقين على الزواج، احنا مو قلت انا اذا ما عجبتك خلاص يبغى ينتهي الموضوع. ايش صار على؟ زين خلاص انت اهدى واسمعني. يلا قولي. طلال باختصار وبدون مقدمات، أنا صدق اسمي سبا، بس أنا مو كويتية. عيل أنت شنو؟ أنا أمي كويتية ومن عائلة معروفة، بس أبوي أمريكي. أمريكي؟ غريبة. وش الغريب بالموضوع؟ مو كلنا بشر؟ بعدين أبوي كان مسلم، وأنت لو كنت تقرأ كتب التاريخ الإسلامي كان عرفت أبوي عدل. أبوي من أشهر الكتاب المستشرقين. لا مو القصد، هو نعم بالناس كلها، بس أنت اللي سالفتك غريبة. وهذا اللي حليها، يعني أنا مو مثل باقي الناس. زين كملي. والتليفون؟ تليفون رفيجتي. أنا ما عندي تليفون، أمي تشوف أن التليفون شيء مو ضروري، عشان كذي أنا أخذت تليفون نورة. زين يا معود إذا على كذي طمنتيني.
انت كذي كبرت بعيني لانك صريحه وواضحه معي من البدايه، وهذا احلى شيء فيني. خايف اروح لهم يمه، انا اللي حطيتهم بالموقف وما قدرت اسوي شيء غير اني الحقهم. ضرار حبيبي انت ما غلط، بالعكس تصرفك وايد عجبني. اول شيء لانك تحب اخوانك وخايف على مصلحتهم، وثاني شيء لانك ما ترضى بالغلط وما تحب تشوف قدامك ناس ينجرحون ويجرحون وتسكت، وهذا شيء وايد حلو فيك. بسم الله عليك ريال. ليش احبكم انتوا الثنتين؟ يعني انت يروح لمعلقه وامي ثريا بعد احبها وايد. لان ما علمتك على الكره وربيتك على الحب والخير، شلتك مثل ما الام تشيل ظناها. احبك، احبك لانك غير عن هالبشر، احبك لانك غير عن هالشباب، مو انا روحك لمعلقه، انت يا ضرار روحي لمعلقه. يا ليت مضاوي مثلك. مضاوي توها صغيره يا يمه، وانت شوي شوي راح تعلمها على اللي انت تبي. اليوم تعلمت درس، باكر تتعلم درس ثاني، ما يخالف حتى لو اختلفتوا، احسن احسن قبل لا تتزوجون عشان تعرفون بعض اكثر، عشان اذا تزوجتوا تكونون عارفين بعض اكثر ومتعودين على بعض وتتعلقون ببعض اكثر. ما لي وجه اشوف احد يمه. ليش يا يمه؟ انت ما غلطت بحق احد ولا ضريت احد. تحقين؟ يعني اروح لهم؟ انا راح اقول لك شو تسوي وشلون تتصرف. ويني بلحظة لحظة، ما راح تمشين لين تقولين شو ما اقدر اكلمك. فكرة الموبايل هذه انا رافضتها، مو بس امي مو راضية، حتى انا ما ابي لانه راح يوترني. والموبايل ضروري بهالمواقف، يعني شو بكلمك شو تكلميني؟ راح ادق عليك كل ما اقدر وعلى حسب ظروفي. يعني انا بحط ايدي على خدي لين تسمح ظروفك؟ لا تخاف راح اكلمك كل ما اقدر. سبع اكيد. اكيد، بس انا ابيك انت تكون مطمن، يعني اذا دقيت عليك وما رديت علي لا تحاول تدق علي مرة ثانية، انطر لما انا ارجع واكلمك. تعذيب هذا. شو اسوي؟ صدقني انا اذا حطيت موبايل راح يوترني وراح يسوي مشاكل بيني وبينك وبيني وبين اهلي، فكذي خلني انا مطمنه وانا حاجيك ومطمنه وانا في بيتي. زين اذا بطمن عليك شلون؟ يعني اذا شيء وايد ضروري تكلم نوره وخليها تكلمني. يلا مع السلامه. مع السلامه. الو الو، هلا خالي، شلونك؟ انت شلونك؟ شو اخبارك؟ انا الحمد لله بخير. ايش فيك ضرار؟ فيك شيء يبا؟ ما ادري اذا فاضي ودي اقعد وياك شوي. اي انا قاعد في البيت. يلا عيل دام كذا انا مسافة الدرب، تبي اجيب لك شيء وانا جاي؟ حياك الله، لا تبطي ناطرك. ها يلا مع السلامه. يلا فما الله. انت بكمي بهاليوم شو تلاقي الريستان؟ ليه دا يخليك سير؟ انت ما بتعرفي كيف الناس عم تفكر؟ مش كل الناس بتفكر مثلي، واذا انا بحبك اكيد في ناس ممكن انها ما بتحبك وهذا الشيء كثير عادي. بس ليش يكرهنا؟ معنا احس ضرار ما يكرهنا. بس ضرار اخوك يا سينا. شوف غسان، ما تروح تقول حق خالته شادي لك الكلام اللي يدور بيني وبينك. معقوله سينا؟ اكيد عم تضحكي. كيف بدي اياني اقول لها؟ ما شاء الله اختي صايره سنه اليوم. هاي غسان. هاي سبا. زين تعالي ما دام انت شاده حيلك كذي، يعني نطفي غرفتنا بركلك. خل 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 الدمر يخلط. اوف وخر وخر.